عائشة العباسي عرفناها بزاف المميزات منها المثابرة، وهذا الشيء حيت كانت محزمة بطاقم ديال بصح فيهم اللي باقي شاد معنا الطريق، وفيهم القيدوم حسن اللي مشى واللي تبعاته لالا نورا. ما علينا، عائشة العباسي المديرة ديالنا كانت فيها المسؤولة والصديقة والأخت ديالنا لها الفضل الكبير في مؤسسة إدارة الإعلام، وعطات نفس جديد لهذه الإدارة وخلقت جو التأخي والتلاحم بين الفريق. الصراحة داك الشيء اللي دارت ما نقدروش نختصره في جوج ديال الدقائق، ولكن الأعمال اللي خلات عتبقى شاهدة عليها لالا عائشة تبارك الله عليك. حسن الهيتمي رجل الله يعمر هذا عرفنا بخفة الدم وبرودة الأثر، كان نشطنا معاه في الصراحة يا مسهر الليالي وبات تحت البيروات، هذا الشيء علاش مثل ما وقيدوم حتى قيدوم. سي حسن تبارك الله عليك. نورا معني يلاه جات شوية مشات، ولكن اللي خلاها مشات هي الجدية والكفاءة سكوتية، ولاني إلا وقفتي عليها في شي حاجة تلقاها. لالا نورا حتى انتيا تبارك الله عليك، حنا كفريق عم قاو ديما نفكرينكم، وحتى انتوما مرة مرة زورونا.